لأول مرة منذ انسحابه من السباق الرئاسي لصالح نائبته كامالا هاريس، الرئيس الأمريكي جو بايدن يكشف السبب الحقيقي وراء خطواته هذه. بايدن قال لشبكة CBS إنه انسحب لإيمانه بضرورة هزيمة الجمهوري دونالد ترامب، على الرغم من أنه أصر مراراً خلال خطاباته أمام مناصريه الديمقراطيين على أنه قادر على هزيمة ترامب. واستغرق وقتاً قبل أن يستطيع أعضاء من حزبه إقناعه بالانسحاب عقب المناظرة الرئاسية التي وصفت بالكارثية. على الرغم من أنه لشرف عظيم لي أن أكون رئيساً، أعتقد أن لدي التزاماً تجاه البلاد بأن أفعل ذلك. يجب أن نهزم ترامب، علينا هزيمته. أمر انسحاب بايدن لم يطرح إلا في آخر سنوات رئاسته وبعد مناظرة ترامب، إلا أنه زعم للشبكة الأمريكية أنه عندما ترشح للمرة الأولى عام 2020 وفاز على ترامب، فكر في نفسه أنه قد يكون رئيساً انتقالياً وليس لفترتين رئاسيتين.